وفتي وهجامين يا فاين كوميشن كدورشوين كصومالي لانو مدوين كم باكو سجنا مجالا داعر جابو ايامان تسوق بجبيه تابر مدسيد عشاء شغالها الديوان جلين تعود بحين تصومالي لان قبل كسنة جوجا سعودي كام عدد سنة اجي دوكسي حاجة هذا نيم مجالا داعر جابو شغالها الديوان جلين تابر كان يوصو حرمي يا وحى الكاسي كوداري يا حاكم نك صعدة محكمة قبل كسنة شغال الله يديك مضي الله يدين تابري وسنانا وان قبيالا لهاي وان تشعليس لهاي انا هو قدو نسان ما يدكو والله با ما يدكو بالله با ما يدكو تالله با كدي مركي دارين تان شغالها ديوان جلين تو صور دماتي ايا وحا ورباهين تهالكا سيكلا هدلي افايين كا كوميشن كا دورو شوين كا سومالي لان سعيد علي موسى يا كوميشنير عبد الرحمن عثمان ادم ويد كوميشن كا دورو شوين كا قرن كرامتو شرفوا يا قرن كا سومالي لان با يا دمان أمة رجال سمال لامبا إن أيسو جب جبودي تبابركي يا دارتي لو سمين أيي شقاليه جودي قدورشون كقرن كوحشان امتحان كدب إن النقدان ديوان جليا شقوب الكسناج ديوان جليت عد حيا شقرنك وحتى تبابرك زمان تأسو جب جبودي سان هربا وصاع إني أفر بقولي تدبي سديتا قف أو شقالة أو كميش كأو شقين دونا مدده اي سعوتو ديوان جلينتو عد بحياش اي قبل كسناك فنتي شقالا وحنو قلق لاني داد اقوان في عان اوله تواباركينا سي في عانو قاتي اسلامار كان اي كم مقاطوح الكسنمو يووا يا ارقنمو حق اقوانتو دا وحن الى اي كبر ايا ان او صنقوت كان اي نسوو نمادنو شقاليه او او ديارسانين هاو شي قبتان ان هدا ايالا داريي او وحا داريي حاكنو كسعودة محكمة دا قبلك او يغو سو داري ارددي اني واجبك ايو شقادة اللو اقمدي اي سيدة احايد اي او قدن ايان لكن قبلك سناك نسيبك اليه وحاوهي ان اي بلدن اي هايستان ارددو او اي بواكتي ايو وحي اللو ديگا يو دن كمبراج عين كران اي دبنا ويغي كريان وليبنا وحا كوميشن كو اسكو دايا وحاولي ان مركا اي بشر رمضان كبعدي marka hadii alla yari la soo noqdo in aanu toobar maalin ama laba ah oo lagu xusuusinayo wixii ay soo barteen iyadana aanu siino qaarna aanu indhahayaba ka saaray waxaanu rajaynaynaa gobolka Sanaag oo ah gobolka ugu baaxad weyn ee gobolada dalka degmooyinkiisuna ugu badan yihiin in dadku ay soo diyaariyaan diwaan gelinta bisha Ramadaanka bacdi bilaaban doonta waxaanu u mahadnaqaynaa oo kaleeto وأن سيادة ولو قم هذا نقينا مامل كقبل كأو سودان عبد الرحمن أحمد إلسار